بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا شراعات هداية ومصابيح هدى، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان ولا عدوان إلا على اللئام. والله أكبر والله أكبر والله أكبر. نفس الآية، ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. إذا قلنا ميدان التجارة، والرغم اللي هو مش في خسارة حين يوفي لهم الكيل، يعني قدامهم مخازن عباها هو. وقت اللي أحسن التأويل اللي رؤيا اللي كان يحكم في مصر وقت اللي كان مسجون عليه السلام سيدنا يوسف عليه السلام. إذن حسن تدبيره بعد تأويله، حسن تدبيره خلاه عنده الكثير مما سيوفي لهم الكيل ويسر عليهم في نزولهم عنده. شوف شوف كيفاش ربي يؤيد الصالحين، خاصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقت اللي مكنه في الأرض كيف سيدنا داود عليه السلام، وسيدنا سليمان عليه السلام ابنه عليه السلام، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مكن له في الأرض كلها. الآخرين مكنهم في جزء من فلسطين، أما النبي عليه الصلاة والسلام فما تمكين عالمي لكل من هو مازال فيه شوية إنسانية، إلا تلقاه يكبر ويمجد لربي ويسبح له حق التسبيح ويدفع عن دين الله كل أذى وكل مقالب وكل أكاذيب. هذا هو وجه من وجوه نصر نبينا عليه الصلاة والسلام حين مكن الله له في الأرض خاطبة من إنس وجن. نسأل الله مزيد من العز والسلام على خير الأنام عليهم الصلاة والسلام.